للمزيد معنا من اسطنبول الباحث السياسي العراقي الأستاذ شاهو قرداغي. أستاذ شاهو، بداية مرحبا بكم. ما الذي يمكن أن يقدمه العبادي ووفده الوزاري للبصرة حيال مشاكلها المتفاقمة؟ مرحبا، حياكم الله. بداية، مشكلة البصرة ليست مشكلة محلية، أنا أعتقد أنها تجسد مشكلة العراق بشكل عام، لأنها تعاني من مشاكل موجودة في كل المحافظات العراقية. وخلال الزيارة الأولى للعبادية الذي زار مع وفد أمني وليس وفد خدمي حتى يحل مشاكل المدينة، وعد بكثير من الوعود، ولكنه بعد أشهر رأينا أن هذه الوعود لم تتحقق. الآن هناك زيارة جديدة، الرؤساء العشائر التي فقدت أبنائها برصاص القوات الأمنية والميليشيات ترفض هذه الزيارة وتعتبرها زيارة تقدم الوعود وترقع الحكومة ولا تقدم شيء جديد، لأن الحكومة الآن حكومة تصريف أعمال، وزيارة العبادي قد تكون فقط شكلية لإعطاء المزيد من الوعود. وخلال الفترة السابقة التي وعدت هذه الحكومة بحل مشكلة الكهرباء والماء وتوفير الأيادي العاملة وأيضا إنهاء مشكلة البطالة، لم تستطع أن تنفذ أي وعد من هذه الوعود خلال 4 سنوات، فكيف ستستطيع أن تفعل ذلك خلال أشهر قليلة في المدى المستقبل؟ وبالتالي هذه الزيارات لا يمكن أن تقدم أو تؤخر، إلا أنها تقدم الوعود وتجمل صورة العبادي الذي يحلم بولاية ثانية ويريد أن يستتب الاستقرار في كافة المحافظات العراقية. ويتم يعني خلال زيارة العبادي تم قمع المواطنين واعتقال المزيد من الناشطين والمسؤولين عن المظاهرات والمحتجين، لأجل أن يتم إخماد هذا الحراك الموجود، ويستغل العبادي هذا الوضع لبسط القبضة الأمنية وإثبات أنه قائد قوي عن طريق قمع المتظاهرين وقمع الحراك الموجود بإعطاء وعود كاذبة أولا، وفتح يد الشرطة والأجهزة الأمنية وأيضا الميليشيات لقمع المتظاهرين بكل طريقة وكل صورة. العبادي يقول إن أحداث البصرة الأمنية قامت بها الأجنحة العسكرية للأحزاب، بينما أيضا يعني قادة الميليشيات يعني تنوعت الاتهامات ما بين أمريكا، السعودية، البعثيين، الدواعش إلى آخره. من نصدق؟ بلا شك العقلية الأمنية والعقلية للسلطة الفاسدة اتهمت المواطنين في الشمال بأنهم انفصاليين، وفي المناطق السنية بأنهم دواعش وبعثيين، وفي باقي المناطق الشيعية اتهموهم بأنهم وراءهم السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأنظمة وخاصة الأحزاب الفاشلة التي حكمت في العراق لا تستوعب أي حراك معارض يحصل أو ينطلق ضدها، وخاصة في المحافظة تعتبر حاضنة شعبية لهذه الأحزاب الفاشلة. بلا شك أن منذ خروج المظاهرات والاحتجاجات اتهموا المتظاهرين بكافة الاتهامات، ولكنها من قام بقتل المتظاهرين ومن اندس داخلهم وحول المظاهرات إلى النزاع مسلح بين أطراف سياسية هو الميليشيات، لأننا ندرك أن هذه الميليشيات هي الخصم والحكم في هذه المحافظات، ولا يستطيع أحد أن يخرج عليها. كل من يخرج عليها يتهموه بالإرهاب ويتم تعذيبه واعتقاله من المدنيين، فكيف بمسلحين؟ وبالتالي لا يوجد أي قوة، لا يوجد أي قدرة تستطيع أو قوة تستطيع أن تتحرك في هذه المحافظات إلا الميليشيات. ورأينا أنه بعد الاحتجاجات التي حصلت، الميليشيات الحشد الشعبي هي التي هددت بالنزول إلى الشارع، وبالتالي هي خارج منظومة الدولة وتعمل وفق منظومة أخرى تشبه كثيرا منظومة الحرس الثوري الإيراني، لأنها لديها الإمكانيات ولديها القدرات لتنافس الدولة وتضبط الأمن وتحل محل الشرطة والقوات الأمنية. وبالتالي لا يستبعد أن تكون هي التي خلقت الفوضى حتى تقدم نفسها كبديل أولا للشرطة المحلية، وكبديل لأنها تثبت أنها تستطيع أن تحافظ على الأمن والاستقرار، وبالتالي هي التي تقف وراء الفوضى، لأننا في كل حادثة أو في كل حدث يجب أن نتابع من هو المستفيد. وفي هذه الأحداث التي حصلت وفجأة تم السيطرة عليها، رأينا أنه في المحصلة النهائية ميليشيات الحشد هي التي سيطرت على أرض الواقع في الوقت الحالي. يتحدث العبادي عن أن الأمن قد استتب في البصرة، ولكن الأخبار من هناك تفيد بتجدد التظاهرات ومحاصرته أيضا في الشيراتون. يعني لماذا يتحدث العبادي؟ ماذا يؤشر حديثه؟ بلا شك أن هذا الرجل لا مصداقية لكلماته، وهذا أثبت في عديد من الأحداث الموجودة على الأرض العراقية خلال الفترة الماضية،
ولكن بالنسبة لعودة الفوضى وعودة المظاهرات، نحن لا نسميها الفوضى بل الأطراف الميليشياوية والأطراف السياسية هي التي تريد أن تحولها للفوضى حتى تبرر قمعها. سوف يعود المظاهرات من جديد، لأننا نرى أن هناك حالة مأساوية في المحافظة، المياه الملوثة وأيضا عدم وجود الكهرباء وتفاقم المشاكل والبطالة، يعني 18,000 شخص تسمم بسبب المياه، وبالتالي ما دام الخدمات غير موجودة وما دام المشاكل موجودة الأمن لن يستتف المدينة وسوف يخرج المواطنين للمطالبة بحقوقهم. اليوم هناك حملات اعتقالات بالعشرات طبعا بالتزامن مع زيارة العبادي، ولكن المواطنين لا يستحملون، لا يستطيعون أن يتحملوا، وهم يدركون أنه لا يمكن إعطاء فرصة أخرى لهذه الحكومة وللميليشيات الإيرانية التي تحكم في العراق. وبالتالي حتى لو قال أو صرح العبادي بأن الأوضاع انتهت وأننا سوف نوفر كافة الخدمات للمحافظة، إلا أن المواطنين لا يمكنهم أن يصدقوا هذه السلطة التي اعتادت على أنها كاذبة وتعطي وعود كاذبة، وبالتالي هي قد تخرج في أي فرصة أخرى تراها مناسبة للخروج والمطالبة بحقوقها المشروعة. تبادل الاتهامات بين العبادي ومحافظ البصرة، يعني إلى هل سيبرئ أي منهما من المسؤولية تجاه الوضع الكارثي في المحافظة؟ كلاهما مسؤول عن هذا الأمر، ولكن كلاهما في جلسة البرلمان خاصة حاول أن يحمل الآخر مسؤولية ما يجري في البصرة. أولا المحافظ يعتبر أنه لم يتم إرسال أي أموال للمحافظة حتى يتم تصريفها لصرفها للخدمات، ولكنه لماذا لم يتحدث عن هذا الأمر إلا الآن؟ وأيضا العبادي الذي يحمل الحكومة المحلية المسؤولية لماذا لم يتحدث إلا في الوقت الحالي عندما خرج المواطنون؟ وبالتالي هم أصلا متعاونون على هذا الأمر، متعاونون أو نستطيع أن نقول متآمرون على ما يجري في البصرة، وهم يدركون أنهم مقصرون تجاه البصرة. ولكن بعد خروج المظاهرات كل طرف يريد أن يبرئ ذمته من هذه المظاهرات ويحمل الطرف الآخر المسؤولية، ولكن كلاهما مسؤول بقدر المسؤولية التي تقع على عاتقه، وبلا شك مسؤولية رئيس الوزراء أكبر لأنه خلال فترة حكمه لم يفعل شيئا، والآن رئاسة وزراء تصريف أعمال لن يستطيع أن يفعل شيء أكثر مما فعله خلال الأربع سنوات الماضية، وبالتالي هو المسؤول الأول والأكبر، والمواطنون يدركون هذا الشيء ولذلك رفعوا الشعارات ضده. يعني جلسة البرلمان الاستثنائية بشأن البصرة تحولت إلى عملية تسجيل نقاط بين الشركاء السياسيين، في هذه الحالة أستاذ شاهو، يعني إلى أي مدى تتوقع أن تجد البصرة وغيرها من المحافظات حلولا لمشاكلها؟ بلا شك أنها يجب أن تنتظر، وسوف تكون من مثل باقي المحافظات المهمشة، ولا يمكن أن يستجيب الأحزاب الحاكمة لأهالي البصرة. منذ اليوم الأول من الاحتجاجات الأحزاب الحاكمة، الأحزاب المتصارعة، تريد أن تستغل ما يجري في البصرة لصالحها، لتشكيل الكتلة الأكبر، لضرب الآخرين، وتريد أن تستغل معاناة الناس. كل طرف سياسي الآن تريد أن تركب موجة التظاهرات ضد الطرف الآخر، وبعدها يتم قمع أو يتم إنهاء إخماد هذا الحراك. ونحن تعودنا من الأحزاب الحاكمة الحالية ومن الوجود الحالية أنها لا تستطيع أن تخدم وتقدم الخدمات، لهذا تسبب في تحويل محافظة جميلة كالبصرة إلى مزبلة وإلى مكبة نفايات. هذه الأحزاب لا تستطيع أن تخدم بقدر ما تستطيع أن ترفع شعارات رنانة، لا تستطيع أن تطبقها على أرض الواقع، وبالتالي يستمر المأساة في بصرة ويستمر في باقي المحافظات، ولا يمكن الانتظار الإصلاح والتغيير من هذه الحكومة الحالية أو غيرها إذا تكررت عن طريق هذه الأحزاب التي تحكم الآن. من إسطنبول وعبر الأقمار الصناعية، الباحث السياسي العراقي الأستاذ شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لك.